Ima slav sve jednu slav I veže I veže Sidna Muhammed Allah دور ديال سلمان سلمان واحد الشخصية المضطربة كتعيش واحد اضطرابات نفسية اضطرابات نفسية اللي كتخليه كتأثر ليه على الحياة ديالو على المحيط ديالو سلمان واحد الشخصية اللي عندها المشاريع ديالها ولكن عنده واحد البلية هذيك البلية اللي غادي يكتشفوها الناس في المسلسل اللي كتخليه فاش كيفكر ما كيفكر اللحظة يعني شنو غيوقع ليه ديك الساعة من خلال سلو سلام كيلقى واحد المعنى للحياة ديالو كيلقى فيها واحد الحب واحد المجموعة ديال الناس اللي كانوا كيقراو معاهم غيكونوا واحد الفرقة هاد الفرقة اللي غادي تنظم كتنظم العراسات كتدخل الفرحة يعني العائلة ديال العروسة والعريس بحين أن هي في العائلة ديالها كتعيش مشاكل الدور ديالي في سلسلة ديال صلاة والسلام هو الدور ديال كريمة واحد الشخصية اللي قرات القانون وخدامة مع نوتير وكيجي الورث ديال الأم ديالها على غفلة اللي كيخصها تمشي تشوفه وكتلقى راسها خصها تعاود تجمع واحد الجروب باش تعاود تحيي واحد لاجونس صلاة والسلام كتجمع الناس ديال لونفونس ديالها اللي قراو معاها في الكوليج في المدينه ديالتها فين تزادت اللي هي مدينه ابي جعد الشخصيه هي الشخصيه ديال جواد ولد بجاد سرباي في قهوه كيبيع خرينغو عند سلمان الحلم ديالو يكون مطرب مغربي المغامره ديالو كتبدا مع الفرقه ديال سلو سلام كتبدا المغامره ديال المسلسل كامل ملي كيدخل في الفرقه ديال سلو سلام وكتبدا كندخلوا في الاحداث ديال المسلسل الدور اللي لعبت في السلسله ديال سلو سلام هي توريا كوافوره من مدينه بجاد إنسانة بسيطة كتحاول تحافظ على العائلة ديالها على الكوبل ديالها وعندها واحد الرجل عينيه زايغين بزاف وهي كتغاضى عليه كتغمض عينها وكتخلي داكشي غادي من بعد غادي تتلاقى بكريمة اللي غادي تلتحق في بجد وغادي يكون واحد الفرقة اللي سميتها لاجونس ديال صلاة وسلام اللي غيبداو يديروا العراسات في صلاة وسلام الوغ هنا واحد ليكيب كاملة دي كوبل اللي مجموعين هما اللي كيوليو كينظموا الحفلات في مدينة بجد بسميت لاجونس ديال هذا المسلسل هذه شحال هذه وكنت باغيا نديرو باغيا نهضر على الفرحه باغيا نهضر على الزواج حنايا كاملين كنعرفوا في حياتنا في عائلتنا في صحاباتنا كل وحده غتعاود لك ويلي شي زواجها شنو وقع وشنو هذا وشنو هذا وانا كنموت على هاد لي زيستوار حيت لي زيستوار بسات ولكن سا شونج لا في بغيت نشكر اولا الممثلين ديالي واعرين عطاو منهم بزاف اللي خلى ولادو اللي بحال يوسف جوندي عنده دراري صغار خلاهم خلى مراتو وكل واحد 3 شهور ماشي سهله ماشي نمشي نضرب دوره نصور ونرجع سي ان انغاجمون توتال فهمتي ماشي صورنا شي حاجه صورنا شي حاجة مهمة لنا كامل ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة